السميع العليم من الشيطان الرجيم. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. درسنا نحوك باللابنا آيات كنتينيو كواد سورة القصص أهنا حزبك أفرتنات رحو الله جل وعلا كدي مركي لقصوها اللي قصة موسى عليه السلام هل كي وجدد أهيدنا أي آياته شوشو بيشبتانو إن lagu baraarujiyo qolyahan maanta jooga in risaalada nabi maxamed uu la yimid ay tahay mid iyo dhaba saana waxaa ka ratimayay in ay soo dhaweeyaan oo qaataan. Kadibna aayaddu waxayna tiri fa in lam yastajiibuu lak fa'lam annama yattabicuuna ahwaa'ahum. Haddii hadaba lagu dhageysan waayo nabi maxamedow waxaa u diiday in adiga ku dhageysan wax kalamaha hawadooda ay ku daba fayshay. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا وقف يسوي هو كدكتي هجان كدكتي عيد كلون صنام بدل مركا مرة الكابي آياد يسوي تاكتي جل وعلا مركو حليه. ولقد وصلنا أي ولقد بينا ونعديني لهم يجي القول وراهذا نعديني أي القرآن قرآن كيف نعديني لعلهم يتذكرون أي لكي يتذكروا سيئوان توبان أو أي درسي أقربحان. كدمنا الرنكاس أكريحو حق إيمانك وبحيو ساسا وقعد النبو رب العالمين جيلي. هذا بوصل بحا معناه الولد جيدا قرآن كيبا نسود جيني أي أنزلناه متتابعا تفسير كان وجرا. ولقد وصلنا لهم القول وحن أحرير النيب وبمعنى وربا وغدق نوي آيات بعد دمانيس آيات كلا إيمانيس سورة بعد دمانيس سورة كلا إيمانيس جزء بعد دمانيس ميت كلا كل حاجة وجد هذا أنت اللي وشوع العلي وحيتاي لعلهم يتذكرون. هذا كان مركو حلاقات بن آدمكو إنه مركيب وحوالي وقت بقاضى نيس إنه وحا لوجد بينه فرينا إنه مركيب ونروح نحور كده وقت بقاضى نيس سادت برب العالمين يحبان كسوع العلني. نبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر الكلمة ثلاثا حتى تفهم عنه. نبي صد حتى يربضت كسوع العلني دير هذا الك سيمر كان لقى فهم كده من مركو ربينه الشاو دوان سوع العلني برب العالمين. الذين آتيناهم آنسين الكتاب كتاب آنسين من قبله أي من قبل القرآن. القرآن كان انتو سنسود دقين كهر كوي كتابك آنو سيني وآه نمانكي يهود آها ينمانكي نصارى آها قار كمي ذو يو إسلامي سيد عبد الله بن سلام أو كلا يهود كإسلامي إيو ددكي كإسلامي نصارى أو أي نمانكي حبشة مركي أي تغيين صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد نجاشي ددك اللهم إذا إسلامين هم يو به قرآن كي يؤمنون والرومانين. يعني قال يها كان محل الرومين لأن يوحك لماها لقاها أوذن لكن ضد يها كهري وكتابك اللي سيباب الرومي يو ليه كرامو كتابك لا وانو هاي سنة كاسا انو فلا صاعي تايها دانواء الرومين يو مركو قال يها نهدد جوغا يمحاه ارتاقنو إلهي مركو حولي وإذا يتلى قارت الأقري هذا كان دموع قول عيا مركا قال يهي إلهي سيدا قارك وأماني أمده إنك نقه الرئي أما ضد كتبت هاري اللي سيئ قواس الأماني أولئك قواس. وإذا يتلى له هدي الأقري عليهم يقول دشو ذا هدي الأقري محل أقرنا أي القرآن نائب الفاعل كيف اللقوية مرك وحل أقرنا وقرآن قالوا وحيلين آمنا به قرآن كان وان الرمين إنه قرآن كان الحق حقوي
حقاس من ربنا حقنا من ربنا من ربنا ربنا حقي سكيم إن إنه كنا وحانا أهين من قبله أي من قبل نزول هذا القرآن قرآن كان إنتو سنسودقين كهر مسلمين موحدين بابان أهين إنتو سنقرآن كسودقين بأن إلهي سبحانه وتعالى قرأ سادة التوحيد إنه أرزق مركان هرمان مسلمين هين مر كلمة مسلم كما دعلنا يسأل كلي وقفك النبي محمد رعسا إنه مسلم ويهي لكن أنبياء حتى وصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين هيم حال يرف ألا تموتن إلا وأنتم مسلمون الضبا واتن ما أركتي هدنا نصامرتي قصة الملك اللي جاها اللي إسلا صورة دن واتن نصامرتي تي صورة النمل مأولجي ذا وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين كهروح كهر فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت كأنه هو أوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وحصلنا مركب حموقة أنبياء ضرن مسلمين بقى هاي مركب قف كستو إلهي إشكو ديبا توحيدك وكدا دقا مسلمة مركب حيلين نقو مركب هران قار ديبا النبا وإلهي سبحانه وتعالى ودعي سنين أولئك كواس أهل كتابك وكتابك ودين هرار رمي كان مركب سود دقي مركب لك وسدين الرمي يؤتون والسين أجرهم أجر كودا مرتين لبجر بيلين بما صبروا أي بسبب صبرهم صبرك أي صبران درتي سببتي بي لبا أجر أليهين بما صبروا أي بسبب صبرهم على العمل بهما محايل لبا كتاب إي لبا فرين إلا وعمل فلاي وقت بي أباهانتهي دلال لبا أباهانتهي ويدرؤون ويعليان بالحسنة وناقي وحي كعليان السيئة حميدة وحمي مركي دعضو وناقي بي مركي بي دبادقان وما رزقناهم ما حنا أرزقنا حقينا ينفقون ويكبحنا إلهي مركو أمانة وحكمة القرآن كأيو سو مركو أكل صار يدتك يؤتون أجرهم بما صبروا وما يدي يحلم آخر سورة الحديد يا الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به وغفر لكم الله غفور رحيم يوحي لم يتعاليه كلكه اللي مركا دتك كونوا لا أجر وحيكون متيسن من كتابك وذهر الرمي كدي مركي أي صاح الإعلام كي نبي محمد وسود جو القرآن كان وير رمي لا أجر صامله إله سبحانه وتعالى وتن ليس سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلون من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين آلها سورة آل عمران وتنئيق الوسو أمان جل وعلا وحول وإذا سمعوا مرك أي مقلان اللغو هذا كما لا يعني لغو وحل غمق عبا وحي عاي أذيت دب شيء قف وحبا أنا كوفا إذيني سيدي مثلا هذا الله فرقو در مارك فرقو در كأوكال ضدنا الغرد وعي قفنا جراحة قلبي يسال الغرد وعي ضدكو يكون مشغول سيدي مارك يصامران يعرضوا ويجيسان عنه كا ما بدنا أيام وقالوا حي راهذان لنا إن وحن لهنا أعمالنا عماشين لنا ولكم إن كنا وحن لهنا أعمالكم بعد لهن سلام النبت قلي عليكم دشي نهاتو سلام تموح على قوضة سلام متاركة سلام عليكم إنك لدايو إنك لدايو حاسومك يا درسنا لا نبتغي إنه مضل بين الجاهلين كوا جاهلين تأيلا نصحبهم صاحبك ديقان بينه ومال الجوغي بينه ومال إسوك مركة موضة فريسان إنه وحمو ذاقين أمان نسي أم شغ مركة قلدين شغدين قبصد عمل كينا باطل كان إنه هجرة إنه كان موحد توحيد كأخ إيمان كان وضنين إنتا مركة لغاسوا بحي آيادا مركة كنتني كواد إلا كنتني شناد أفرتا آياد وضبا سيقار وحيوغيها اللي إنتكا كدبا وحا الله صعب دعيا نبي محمد صلى الله عليه وسلم إيا دلال كان أكب حين دعوة أكب حين قارها ضدك إساق أجعلها سيدا مثلا أذيركي أوكال أبو طالب نبي صلى الله عليه وسلم آد بوقت أجلي رنهانتي حتى كما قوصا يعني في آخر لحظة يعني أيو إيمان أيمن مركزوي ديني ولا قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بها لك عند الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مروني إله أذيره لا إله إلا وإله وحرب يوم القيامة إن كل ضوضاء نراضة أذير كي كل أنت إيمان بكل أنت كدي وهالكامل إحسانة وهالكامل إحسانة ما شرح الجوجة أبو جهل جروب ذي بالجوجة مركزي وحيلين مايا نهضة وحالضن أذو كجرا هذا كله بنس الدين كي أبيوجا أتكسو قارتي آخر كوحو قايا إساقو له هو على ملة عبد المطلب دينتي عبد المطلب بان كتاقنا إساقو له
halkaa marka waa tan nabiga sallallahu alayhi wasallam uu isku dayay inuu ma aragtay damidhaaf baan u weydiinaya markuu leeyahay kadib waxa leeyahay ma kaana lilnabiy waladiina aamanuu macahu an yastakfiru lilmushrikiin walow kaanu uulii qurba min bacdi ma tabayana annahum ashaabu ljaxiim وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه ولما تبين له أنه عدو لله تبرأ من إن إبراهيم الأواه حليم في سورة البراء البراء ومركة سورة التوبة وحالا غيصها الله النبي يقول شقط كلك درسا كن إلهي مركة حليا إنك أذوق النبي محمد لا تهدي مهن نيس من أحببت أي الذي أحببته الروح أجعلاته ولكن الله سيشاء إلهي با يهديها ما يشاء عدو الضونه أدوك ما هنونين كرتيد وهو إلهي علمه أليه وقال بضنوه بالمهتدين كوها نصب مارك آياتنا نوحا إن لا يذهى إنك لا تهدي أدوك ما هنونين كرتيد آيات كان نوحا إن تيري وآخر سورة زخرف الموذي إني هاي أو إلهي سبحانه وتعالى وإنك لا تهدي ها إلى صراط مستقيم ذاتك وحد كوها نونيسا بل لي إنت نوحا إلهي ما هنونين كرتيد مارك لبضى آيات ما إصدقين مايا لبدا هدايا كلا دوان هدايا دو أما هنونكو والله النوع هدايا بيان هدايا توفيق هدايا بيان إن وضد العدايو قولي راد وضد نواتي جنة تن نواتي نارت نبي صلى الله عليه وسلم تاول لي وشقد الله صدر وإن لم يتهى قوله جل وعلا في سورة البلد وهديناه النجدين إنسان كيوحان كهنون النجدين معناه إذا مركب معها إنسان وبينه هنون سي النجدين ونوع الدينو حنو عدين وضد جنة الله أمره يوضد نار الله أمره إساق أتالى فلقتحم العقبة واتن إلهي أوليه مركة النبي مركة تاجنت هداية بيان آيات دان بها دان أقرن هداية بيان النبي أوليه إنو عدايه ومركة وعدايه أو إله وضد واتن في شورى أو إلهي ومركة أو إله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم ودى إن لسيه أما هداية التوفيق قف إن هنوك قلبي يسلق قليه ولكن لدينا قف مهدي هنون سمي تبتا توسن كتاغن تا إلهي مباسكال تن مركم حانا إنك لا تهدي وهداية توفيق تن كالو إنك لا تهدي إلى وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم حانا هداية بيان مركم لبدو شقا إشكو مالها إلهي مركم حلا وقال وحي إله ذين إن تبع الهدى إن تبع الهدى هنونك هدان الرعنو معك أذي الله جركا يا محمد هدان كرعنو نتخطف ولا نضفيا من أرضنا ديغانكين هل كانوا دقنا ولا نضفيا دقال بان نقول إيماني إلهي مركو حولي أولم نمكن مينا مكانين أو دجينين لهم إيجا حرما مينا دجينين مال حرم كاسو آمنا حرم كاسو يجبا إليه لو سو جيدو أولا كان ثمراء كل شيء شيء وبميليه سالة كان رزقا أرزقتان درتي ومن لدن حقا يكاهد ولكن أكثرهم لكن بذن كودا لا يعلمون مقارنيا أيضا طبعا وحيتي وحيلها أيضا هدان هنون نتخطف من أرضنا لا معنى وين نقول كرت نتخطف من أرضنا أه قبائل كان إننا نروح حوما با مركيب إننا حناق الدونة أه قدرة إنه إيمان دونت ولا ليه دونة ما هذا الدين كي بيوجين بده شيء هذا وين سوهشنا شركة إيوه وحنا نقدر حيا لكن مركن أديه كل عنو توحيد كقادم عدو جين وبضنا يكدي ويربع نقول إيمانه وحورك أبوه كيني كرئي لنا بركة إيوه وكيني كلا ديان كي إن لقى صار مرك إلهي مركو حليه ومحا ضبقنا إسان هضا حرما آمن يا إذن كهي حرما آمن يا إذن كهي سو إلهي سبحانه وتعالى ما أولم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها وطن قرآن كهدنا نقول تنمام وآيات كلا نقول ليه أولم يروا أننا جعلنا حرما آمن ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون بنعمة الله كفرون وطن هدنا نقول ليه جل وعلا ونائما دونت مرك صورة صوص عتاء انت محل موجين وحليه ورماشا ان الجوكتان رير اذن كوما هايو وقبائل اذن كوما هايان وضد كان شركة تاين اذن كوما هاي الهبا اذن كوما هاي الهبا ماشا ان كان حرما نامن معنها وحاكلها دانا ماشا اللي قادنا يجب اليه ثمرات كل شيء ثمرات كل شيء محل قوضا محل قيابا ان قفك وكفكر اسيرا ثمرات ما انت مكمرك للجوغ ايضو اهي ضل كنتي ما اركتي لما الدقانة ونوعا ما اسكا صحراء هذانا نوع ما من ثمرة ما من فاكهة خضروات والبضاء إلهي سبحانه وتعالى ما شو كانت أنا وعي كم انتهي دعاء النبي الله إبراهيم ورزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر مركو إلهي سبحانه وتعالى وبري ومت وحكولها ثمرات كل شيء ثمرة لغة العربية حلقوا مقابعة شيء مرهيس productive ونقن كرا يعني الشيء والبضاء
ee maanta la sameeyo hadii wax electric noqon lahaayeen hadii wax qaybta carbon dark marka loo baxo ay faryaamaha noqon lahaayeen furniture la sameeyay hadduu wax walba la sameeyay maanta adduunyada maanta meesha ay marayso high tag hata hatiina la keen yaa idin si halkaan waxa laga qaadanaya iimaanka ilaahay hadii ilaahay la rumeyo ilaahay la isku xiro waa embargo wala nasaaraya ana qabateen baan ugu imanaysa iyo ma aragtay afarta gees baa laga soo galaya iyo umadu inay ka dabaalan weyn loo shaal laga yaabo ay afarta gees aan naga xirmeysa taas macnaheedu ma war iimaanka no takhattaf min ardina ma soconayso maxay la amniga ilaah baa keenay rizqi ilaah baa keenay ana qabanta ilaah baa qaada umadu inay isku filaato isku laasho inay gaarto ilaah baa keenay idinku iimaanka hal idin ka helo iduna macna meeshiisa la جل وعلا مركو هلا وكم أهلكنا إمس بذنا إنت أهلكنا من قرية أهل قرية ضد ميل دجن تاسو بطرت يدو كوكي برتي معيشتها معيشة ذيذ يعني إنت وأنو بابي إني وماذا مركو قرية دو مقال يدو كل يد والله بابي أي معنى مصمي لكن وحال ولا مراد أهلوها ضد كميشة دجن إنت أنو بابي إني بالبذنا هذا ضرطان إنا أجاتان إن دتكاس إلهي مال أمري فتلك تاس مساكينهم قواس وديغان ندودة لم تسكن حال أن لبعد أن لدقين من بعد هي قداشت إلا قليلين بير وكا ديغان ندودة أركا إلا قليلين مركب حال قوضة يعني بمعنى إن يرؤون مركي قفك مركو مسافر يهي والله سي مراء كلي إنت يرانينك مسافر وكان نصانا يو أما صلاتك قدتو كان يو أما دنتيس مويان عدة قن مركة أمال وقريوينك إلهي سبحانه وتعالى وهلاقي مركة سكن كان وللمارتي ذاتك ماشا مري باس باي قد بي إلا مدقين واكا يعني محكا لنا ماها شالب إلهي سبحانه وتعالى انتو حسي بي قرنو هاي وطن قرآن كولا ولم ما تنو تلمام جل وعلا ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمع وأبصار وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدة من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون هل كاس إلهي أمري جل وعلا مركو حروا كنا وحامنا أهي نحن إنك الوارثين كوي دحلة إنك كدحلنا ضدك الأمضة كلام سينو وما كان ربك ربك ما أهان مهلك القرى قريال أما ديانو أما ضد ميل دقن كي هلاقي ما أهان حتى يبعث إلى كصوصار في أمها مقال هذا أسأل كذا حتى يبعث إلى كصوصار في أمها أي في عظمها نوالغ فصيرا انت إذا بضن أما ماشي إذا أقوين وضدكم ماشي إذا قيهن إلا كصوصار رسولا كصوصار رسول كاسي يتلو أقرني عليهم إذا دشوا إذا آياتنا آيات كأن أقرني وما كنا منا أينا نهان ولقين مهلك القرى كوي مغاروين هلاقي إلا والحال أهلها أهل كذا ظالمون إيهين بيان ليس كما هلاقوا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وتنصورة الإسلام لنوسيري إلهنا هدنا الحلو ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إلى هذا الحلوة إما أمة إلا خلا فيها نذير وحصلنا وحي موجنيا وما الله إسكمها جمجل لكن حجدا لقوقي عذرا أو نذرا برسول الله سودري مرك حجدا لقوقي يقول أي بالمران حجدي أم بإله سبحانه وتعالى ميل مرنجل بل دي بقول الله تعالى مرك يبعث في أمها رسولا هل ولد جيدا مكة المكرمة وأميشي أصل كأهي عاصمة أهي oo uma meel walbana waana halka ay ku taalno waa udub dhaxaadka ama bartanka caalamka ay ku taal ilaa ka soo saaro macnahaasna waa la tilmaamaya iyaduna macaani tir badan weyn soo mareen ilaahay jalla wa ala wuxuu leeyahay wama utiitum wixii la nisiyo min shay'in shay'a kelmad shay min iyo shay baa lisaa'i min fi lugha al-arabiyya waxay muujinaysaa istighraaqiyya shay nakara mutawaghila waxay doonaa noqdan caafimaad xoolo dhaqaalo قريو وعيدون هم مغضين فمتاع الحياة الدنيا فهو المعطى فهو أي المعطى والمؤتى به وحال الذين سيئ متاع الحياة الدنيا نلشأ الدنيا راحة ذي ذوي وزينتها قروح ذي ذوي وما عند الله وحال إلهي أكتي هذا أيا خير وعنان بضن وأبقى الراجستان بضن أفلا تعقل ميذن قرش الله هيننا إلهي أكتي سوحينا كقه الريان مع تنه مشغول سنتين إلهي مركب إلى أفمن وعدناه أفمن روح وعدناه آمنوا أيبوهن وعدا يبوها سو حسن ونكسن أو فهو يسوي لاقيه كي لكل ما يبويه
كمن يلمد يهي متعناه أن أغرح إن متاع الحياة نلاشا راح الدنيا الدويت ثم هو يسو يوم القيامة تاجني ذا مال انت ذا مركل قارنا من المحضرين كو اللي سو جوجيني كو اللي سو حاضرين يعني بمعنى قف إلهي سبحانه وتعالى أغرحي الدنيا ذا مركل الله راحي سؤالنا يكضم بين دونتو فما وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه أو لكل من ليري أهل الجنة قف أنت اللي راحي أهل الجنة أهلي الدنيا ذا وناجي كهست آخر مرك الله تجنا وناجي إلى ولا كيس وسجي يمد مع المأون أنت اللي أرسيه بهش والدنيا اللي تفسي كدمنا سؤال يقدم بين دونتك دبنا وجاك قام بين دونه لا بد عشو ما لا بد لسبب برديا مسيمي مسنة جل وعلا هدنا الحلو وذكر حس يوم مال يناديهم إلهي ودواقي فيقول إليه أين شركائي آوي كوي أدي لو ذا جسين الذين كواسوا تزعمون أشيغن جتين مركا الدنيا ذا جوكتين أنهم شركاء إني أني قوحي لو ذا غان آوي كوي إله مركا سيدا وقال هذا كدب قال الذين كوحي لذين حق عليهم كوى جبين القول أو رهذا كوى جبتين لأملا أن جهنم إن جهنم لبوحين دون ربنا ربنا هؤلاء كوى الذين كوي أغوينا أنلو مني أغويناهم أنلو مني كما غوينا سان إنك أول مني أكل إنك أول سنين ما الكلام مرن كانوا بانو مرن تبرأنا إليك أذان بركون قن ما كانوا ما ينهين إيانا إنك يعبدون كوي نعبدي يعني بمعنى وطن إلى هنالك تبلو كل نفس ما فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هذه ترضى بضنا موجيني تابع يمتبوع يا رئيس يمرؤوس لشوق عن سيره نصامرت أم بيلا متى ما كانوا إياه نعبدون إلهي مركب حالي وقيل مركب حالي لهدان أدعوا شركاءكم كوا إلهي أدلو ذا جسين أيرت فدعوهم أيرت المرك فلم يستجيبوا لهم ما ينأجيب ورأوا العذاب عذاب كانوا أركين والحال رأوا أي قد رأوا العذاب عذاب كانوا أم غضا كوي شلب بانت أشيغانا واحتوابك كما ينهلن إلهي مركب حلال لو أنهم يوغو كانوا هداي أهان لهايان يهتدون كوي هانو سامركي الدنيا الجوغين لما كانوا في تلك الحالة مركب تقدير با كمقن ودوسو قدران كتعقلك كسيني واللغة العربية ساعة معنى إذا ما إلا هالمامين ما اللغة العربية سداء يعني إن مركب فهمي كرتا هداي هانو سامي لهايان الدنيا ما أنت لبتا ما هيستنو يعني أما لما رأوه عذاك يمين أركين في الآخرة هاي اللغة العربية واسدا كامل كوتهو ويوم يناديهم واذكر حس يوم مال يناديهم إلهي ودواقي وفيقول له دونه ماذا أجبتم حاد جوابتين المرسلين كو الذين صدري رسول با الذين صدري جوابتين محاهد فعميت وأي قرصونتي عليهم يجا الأنباء أخبارتي يعني بمعنى أخبارتي قرصونتي أي الأخبار المنجية وحي مرمرسية وحي جواب وحي اسبحس كلمة ذيه اللي اسكفران لها هذا الكي إلهي سبحانه وتعالى الله قبحي لها تابك قرصون تيوم إذن مال انت فعميت وحا قرصون عليهم يجا الأنباء أخبارتي بقرصون تي بدبادين له يوم إذن مال انت فهم يجا مركا لا يتساءلون اسمه بوي دين ينب وحي هاي المكتب محان كيال نائي سؤال بين السوق يسي جواب تمحيتا وحلقاس فهم لا ينطقون تيوي قرآن كوتنهم جل وعلا فأما من تاب صومها قفك إلهي أولارتي وآمن الرمي وعمل سمي صالحا عملا صالحا سمي فعسى وحو حقيقك أن يكون إنو هذا الروح من المفلحين كو الليباني وربك ربك يخلقه أبورا ما يشاء وحو الضانو أبورا ويختارون الدورتا ما كان لهم إيه أماء هان الخيارة دورش أماء هان سبحان الله إلهي باهفا وتعالى سري عما يشركون وحي إلهي سبحانه وتعالى لو ذا جنيا إلهي سبحانه وتعالى وحو ضانو أبورا إلهي خلائق ذو أبورا أنبيان وكدرت إلهي ضبو أبورا نبي محمد وكدرت إلهي مالمه أبورا مالك جمعه دارت الله سبحانه وتعالى وو أبورا مالمه الله أبورا هبي نذا الله أبورا ليلة قدر كالله دارت إلهي سبحانه بله أبورا بالرمضان بالله دارت أمضه أبورا أمة محمد بو دارت جل وعلا إذن إلهي وحو الضانان هو أبو روحو الضانان هو ضرطة وماشي في سورة الأنعام الله يصطفي ماشي الله أعلم حيث يجعل رسالته
سورة الحج أولها الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إله سبحانه وتعالى إساقا الدورتا ومن الناس وقد دورتا مرك إله سبحانه وتعالى عدو ضان الرسول كالليقيا هدبا جل وعلا مرك إنت أويد كدب بوحد وربك ربك يعلم وأجه ما تكن وحي قرينيسو صدورهم لا بهودة يوم يعلن وحي موجنين وحا أقرصون وحا أمغ إله إنتو بلا صعودة وهو إله الله الله لا إله مد حق لو عبد مجر إلا هو إساق مويان له إله وحوه هذا الحمد ما هدي في الأولى تيه الرئيس الدنيا إيوى الآخرة تيدا بيسوء آخرة وله إله وحوه هذا الحكم حكمك وإليه ترجعون إساق حقين والذين علينيه جل وعلا وإساق وهو الله في السماء وهو الله إله سبحانه وتعالى والله أي المعبود في السماء وفي الأرض إساق عدك هي ستمله زد على ذلك وحوم متيس ربي الحمد مركة الدنيا للجوج وحوم متيس رب العالمين الحمد إن إساق الله ما هنق مركة آخرة للجوج إلى الحكم إساق إسكال مخلوقات كان إله سبحانه وتعالى ولو عليا مركة الحمد في الأولى والدنيا والآخرة مركة لقارة وتيجة مظاهر قضاها فلي مركة وحل الحكم يو ما المري وكان الله سبحانه وتعالى فلا راد لقضائه وحلين كرمال وهر إستاق كرمال لبضان آياتنا يمد كدن بيساوي كميل يساوي لوضع وحي كهل نعمت الله سبحانه وتعالى ومخلوقات كن أسميه قل وحاتر هذا أرأيتم بالكورم إن جعل الله إلهي هدو كيال الليل هبينك سرمدا متك دائما إلى يوم القيامة إلى لقار تقنيد مالنتي هبين نسكسو التاقن سرمد ديالة وهبين ومقدي قد عرم بالمجرة افتين ملا من واك إله معبودو إلها سوى غير الله إلهي أنا نهينو يأتيكم إذا الله إيمانا بضياء إفتين وهكذا كان إفتين كيني كرا يا كيني كرا أفلا تسمعون جيدا إنكم مقليننا بلان أنا مركة الضياء لقاها اللي إفتين إمقال كوال إسرائي وإن صوم مرت مركة نيوس مريني قل أرأيتم بل إيقا والرمان إن جعل الله هدو إلهي يال عليكم إذنك دشين النهار مانك سرمدا متك دائما وان كلا قول لهم إلى يوم القيامة انت اللي قاري تقنيد مال انت مال انعد وهبين لغونا استعانا لهين من واك إله معبودو معبود كاسو غير الله إلهي آنا نهين كاسو يأتيكم إذا الله إيماني بليل هبين كاسو تسكنون فيها كحسي ريسان أفلا تبصرون ميذن أركيننا سيحسو بدلها ومن رحمته إلهي حريسيس أيو جعل لكم إني كوية لأليل هبينك لتسكنوا فيه هل كأسو بود مرك إنا كحسي شان والنهار مال كان وياله لتبتوا من فضله إن ضلطان إلى هبين كان والله حسلا مال كان فضل وحل ضلباه شقل وهو الذي وتن الله ويعلم ما جرحتم بالنهار وتن إليه جل وهو الذي يبعثكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار وتن إليه جل وعلا يعني إله سبحانه وتعالى هبين كان وحل وطلق لي جعل الليل لباسا وحل وطلق لي إن لقوا النص مال كان جعله معاشا إن لقوا شقي صار لقوا طلق مركلك كان سيد اللي يسود فيه لقدا عربي قيت بلاغة وتن لف ونشر مشوش بينهان وفافهين تيدنا صومرتي مركي مفصل كأنا ننكسو هل لين إلى مركب ومن رحمته نحريس إله جعل لكم إله إنك ويالة الليل هبينك والنهار مالك لتسكنوا فيه إن تكحصشان فيه دعو علنسا هبينك إولا تبتغوا إن الضلبتان من فضله إساق فضله إساق فضله إساق علنسا مالك ولعلكم إنا تشكرون إلهي أمها النغضان إولي كي تشكروه ويوم يناديهم واذكر حسن يوم يناديهم مالك قل يها إلهي ونواقي وفيقول أولي أين شركائي آوى كوي أدلوى ذا جسين الذين كواسو كنتم تزعمون أشي غنجرتين مرك آيات آيات لم يدهد وين صامرت إن يركوهر بين صامرت لكن تكرار ما هنو تيهو روحا كدن بي مركي لو يري كدب جواب كري بحيان إياك جواب تولى لدقي سني لكن مرك كان إلهي شقض وكقبتي الله بحيا مركي سالي قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينهم كما أغوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيان يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا ومرأوا العذاب ولو أنهم كانوا يهتدون إيجا جوابه هذا الذي سنه لكن هدو يكدو أنت هدو محي مركي لا يرو إلى الفعل ونزعنا ونسيبني ونكسو صارنا ونكسو حولني من كل أمة أمت أمانتي أمت ضربة شهيدا مرخاتي فقلنا مركي وحامنا رهاتوا برهانكم هدو الحجوين كينا لا إيمان فعلموا وحي أغادين أو يقين سدين أن الحق حقي لله إلهي أنه هذا إنه حمانت إلهي إلهي أحق أكتس أجره وضل عنه وحاك علمي
وكقرصوم وعيين ما أي الذي كانوا أي هذين يفترون يفترونه وحلو يحب أن أبورنا ما أنت فروه ذي كبحين حقنا وكان بيانا أكثر تاجر جل على مركب إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لا تنوء بالعصبة ننك ما أصو أبترني قارون سهلا ما هين وأن ما شاكس الجيد من قوم موسى هذا طبعا مروا بقران كحوت الماما فرعون إيهامان إيقارون إيقارون إيفرعون إيهامان إيهامان إيفرعون إيقارون بيحي لكال هر مريب وسدحان كال حريموي منا كرسي غاس بيكا قد قانين منا وزير كيسي لتليه يسوء هامان ننكا نن حوالاله بوها سيدة أركان حكم مركلا دي سيان وإن لا يسكوها له وإن لا يسكوها لأودي كرسي غلقوا هيسان لها سياسي بوليسي ميكر كي وهاشين لها وين لها له دقاله لغودي لها سدح ذا وحي هاي المركز سدح أو تاد دكوية أو شو تاجن ومضى مركز ماذا حكي تاجنا هذا وين كان سجارة الله جه الله محيا له فساد كل مالك أوليه كوربشن كوكيني كرهدان إله اللي وجود وانين تيبا الله بحيا جل على مركز إن قارون نينك ليه كان من قوم موسى وحوها نينك سو جيدا موسى قوم كيس ونص أبترني تاريخ دي سيماش وكسو قرأ تاريخ ونصام مرتي فبغى عليهم وكو قرد الراضي حد قذبوا ليمت ضدكي مساكين تا ماذا حكاك استاقي أما مرها استعمال السيستم كبتالي استاع وضدكي ليقود وكلو قي هنقض أميد واستعباد كسميو كو أدون صاني هنقض أميد سياسة فاشحون فرعون ويتي ديكتاتر شيب كأيد هكو تاقيرو أما هالنقطة باطل كفرعون وكتاجنا ما أرتي إن محوها إلى هني ما أوشكت هتاجة وحيد أن طال نقطة وكجر دراضي حد جذب ولين إلى مركب حلو آتيناه وحامسين من الكنوز حالة حجود مركب لجهلي كنزي وحال ومع وح الله وحي كيد جرا شيل هالنقطة ذهب هالنقطة قال إن هالنقطة أما العقو هذه لهي دائما هالنقطة وح الله وحي بريشسة كيد قالوا وآتينا واحد مسين من الكنوز وحل كيس الحق وذا ما با مسين ما قاسوا إن مفاتيحه فرياشيسو لا تنوء أي لعص أي الله ينقنيسو بالعصبة كوحو أولي القوة أود صاحبة تنوء بمعنى ناء ينوء وأي آت ولا عصلان إسقاق مركو وقاضي عليس بودريما إساق من ولد عبعيا ولكوف كوفيا وحيو دنب الله ما كعكر مركا لا تنوء أي لك عيسو الرجنيس بالعصبة كوحد أولي القوة وفرها من كل يوحل لقاها اللي إذ وقت بقرد الراضي قال له كوي أي كوي راهدين قومه بوحي كوي راهدين لا تفرح ورنيه كبرك جوج فرحة لا معنوي قفك إنه فرحه قل بفضل الله وبرحمتي فبذلك فليفرحوا واتن إله من الله في سورة يونس هكو فرحان فرحة مركة فرحة مركة يهي وح إله لقاها النقل لقاها اللي لكن فرحا لقاها اللي هو فرح بطر ومن كبر وكجر وقبول وكجر واسمه جني عدة ويهيئ حوالها وهي صدتك وفانه مالك لا تفرح نيوها كبر إن الله إلهي لا يحب مجعل الفرحين أي المتكبرين ضدك المتكبرين تا يو اسلق قبوين فاجرتا كبضا إلهي مجعل وفرحا يريه وبتغي ضلب الرادي فيما ما الذي كي آتاك الله إلهي وكسي حول أنا الدار دارتي الآخرة كرات حولها آخرة فيلم كوح مع نصر ما يمرك إلهي لو قد واد حافمات كوح مع نصر ما يمرك إلهي لو قد واد عقلي أي علمي روحي مع نصر ما يمرك إلهي سبحانه وتعالى لو قد واد ونيو حولها إلهي كسي ماذا إلهي قد واد صائع تهده دنا معنى إذا ما هين يقول لي شلم والبغى آخر وهر مري ما هاني ولا تنسى هالما من نصيبك سام يجاو من الدنيا الدنيا واحد كلها ده نعلم من وهي أذكر حيسان لهاي أنا رشة أذكر أنا لهاي تانا حرب أقطع هاي هل كان مركز أيضا وحين برايسا بالانسين لو سميله ليسوق دليتير لها نرشة آخر نرشة الدنيا قف كيضو إلهي يقول دوان يحوله سو ما رزقنا القرآن قال ومن ما رزقناه من فقون إلهي مديهن وحي أذن هب حينا وما رزقناه من فقون القرآن كم قرن ومن ما رزق وهم بتكب حينسا أنت كلو حلو طلق الأذين تكون ولاتي أجربة كهليسة مركز أدي حتى أسكوب بي ليس رأيك مركز سينس أجربة كهليسة وفي في امرأتكم مركز النبضة المامي وكال أجربة كهليسة وحال بغو يضا تن أجربة كوصعد تي آخر نأجر كلا كوصعد هدلا نيهو لبلا وإن أي أسكوب دي لتر مام بيكويرا
وأحسن ونادي كما أحسن الله سو إلهي كو ونادي أحسن الله إليك سو إلهي كو ونادي إلهي حاله وكسيادو من حاله به عافمات بوكسي عافمات إلهي سبحانه وتعالى وقام هنق علم بوكسي إلهي وقام هنق وحال الله وحي إلهي وكسي سيد إلهي كو ونادي ونادي ولا تبغي هضل بن الفساد فساد في الأرض أرض مع سيدنا دود الدا ما هشيلك إن دتك لجو بربوريا ما إن ما ذا لجو بربوريا ما إن دتك لجو بركة ما إن غير رحمة الله عليه سوق جليا ما إن قرية الله يسوق ديبا ما إن سياسة تحن لجو صوت ده بالاي ومضى ما إن بالشرة لجو بركة ما ولا تبغي الفساد في الأرض كربشن كجوجي إن الله إله لا يحب مجعل المفسدين كوع فسهابي لا يحب الفرحين إلا يحب المفسدين لبا أرن وآد أفالحن وكبائرت كمذا إلهي آن جعلمو نيكا لين ومدنا ويكا لحال ضدبك لحال والواني ولا لحال ورجوجي كبرك فساد كان جوجي بضل أنا شلنك ولا بضل الشي وضدك قد حسي وفي إنو كبره ونسي كلي صنبو قضا وحاك لنا آن وحبقو أركين إي إن شلنك وآد يكسده وحو أمد مركا أو كلاب دقاله أما وحي فضائلة values umad ay lahayd qiyam umad ay lahayd ee wanaag umad ay lahayd ee culture keda quruxda badna ee diinkeeda ilahay u soo dajiyo kula dagaalamay waxay wuxuu rabaa shilinka inuu ka dhigto hoobkii uu dadka marka uu meel marka ku saari laha qala markii wuxuu bal jawaabtu bixinay arag inama utiitu walisi waxa kan waxa lagu sii ala cilmi baa lagu sii indi aniga akteeda waxaan aqoonteeda lagu sii ha wax macna iskayimid maaha aqoon baa lagu sii يعني مثل حالة الماما إنه أها مركة رهيب بن إسرائيل لجوه تورات كهنينك أقول علمي بضنبو أها مركة لغاتة نيو موسى إيهارون نيو موسى إيهارون مركة لغاتة درجة أهان مركة لغاتة نينك أقول علمي بضنبو أها مركة الوحان حالان إسكما إيمان أقوام بها اللي قسي وأدو يري شهادة اللي قسي جامعة بان كسوة بحي بفسور شيب بان كقاتي بي ايدي بان كقاتي كم بان كقاتي وحن مالها أن كم قلنا أكره إلهي سبحانه وتعالى ماشي وليه لها إلهي بائسي منكم لها قارون إلهي سبحانه وتعالى نعمة الجعير إنما أتيت على علم وأنا صوت النبي صلى الله عليه وسلم وقول لي هاي قفك وحوى البابا وإن إلهي لا تيري يعني قفك وعينه إلى هذا إلهي فضل جيس إن حريس يسوح أن يسيه ثم لذلك أن نجيب وأنه ثم أجلت لولا الله هدوسا إلهي جير لهم ثم أنت يرى صبرتي وحن مقبتين قفك وعينه إلى لكن هدو يرى هذا وحن يسيه أودي والدين أما يرى هذا مثلا قفك وحال يقولي إلهي فضل جيس إيو أقانت إذا ولا دين قدرت بقى ليري ما ليه كرتين ما عرفت حلا وارديه دوس نجوجلهم توجو نوسو قلها وخلق أما وين أنا ذهن إلهي وارديها نبت بعد وين أنا ذهن إلهي حول لا نصمه وين هذا هذا إلهي فضل جيس كدمنا وارديها دلالك وموجي إلهي فضل جيس إبالاتك حرف النونيس نكبت بعدني يكدمنا كدمنا نرجع هذا بالوتك يسو دياراد ودا لغو بدبادا ما هان ما انت مالك لين نقول له الهي فضل عيسى ثم دلال كان موجيح كو هلوين هذا لكن اقونت اذا كو هلي تا يدا مركا الهي سبحانه وتعالى راضي كما وانا شرك رون اهانتي وانا وتلميه جن مثلا مرقا ان عقل ان اسكو فلنانشان قاري دونا نوعا ما ماشي غليه بإذن الله بفضل الله لما تهين اسكو فلنانشي وحنود دم بوضركته الهي مركا فلي اولم يعلم يعني ميان وغين أن الله إلهي قد أهلك إنه هلاقي من قبل سهرتي من القرون وما ذا حق هذا من إنه هلاقي هو إسهق بأشد درا منه كاهد فاني قوة حق أود وأكثر بضن جمعا حق كلا كإي ضد مركا لقاح الله ضد إسهي كتر بضن أو ما أردتي ك ك ك ما أردتي كواوين أو كعين من بضن أو كأود بضن من هلاقي ولا يسأل لما ولدي عن ذنوبهم ذنوب تود الله جماعة ورئيسه المجرمين كوا مجرمين تأ ومرحب ده مجرمين أي معنى ومحي أي فيدخلون النار بلا حساب يوم الحساب والنار تلو جراب يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذ بالنواصي والأقدام فحاكه ريف إذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان بأي آلاء ربكما تكذبان محافك حيجي فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان صوابتنا وحيتها يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذ بالنواصي والأقدام وابا يو نمبا أستي سنبا نوا بو علامة ذي سين نوا بو نمبر باكوية المركة وابان إلي راد مجرماتا مسمائيد وعلامة ذي سين مرهو رب هنا مركة ننكا مركي سال لواني بيوهر أنما أوتيت على علم جلوا على مركة في الليل فخرد وصبح على قومه ذكي وكصبح في زينتي حال كسر قرح ديس حيث يسوح بحرين هاي
ciidanka uu watay iyo paradka isaga marka galbinayay iyo magaalada markuu dhex marayay iyo fardihii iyo wax alla wixii uu lahaa oo gaadiida ayuu la soo baxay. Qaala aladiina kuwii markuu waxay yidhahdeen yuriiduuna doonaya alxayaata nolosha addunyaa ay dhaweyd dadku waxaa ku jira dacafaa ku jira qof adduunyadu ay la weyntaha ku jira waxay yidhahan yaa layta lana maxaynu maaragtay shallaytay maxaan u heli weynaa maakii uutiye la siiyey qaaruun qaaruun oo kale alla wanaagsanaan lahayda maanta haddaan gacanta ku hayn lahayn wuxuu qaaruun haysto. Innahu qaaruun laduu xadin waa mid nasiib u saaxiiba nasiibkaasoo cadiimin weyn ninka nasiib badan markaa ma laha. Waa meesha ule mahal haddaan noqon lahaa celebritygaasoo kale shandiiskaasoo kale haddaan kaasoo kale noqon lahaa haddaan millionerkaasoo kale noqon lahaa haddaan ka noqon lahaa meeshay ka dhahan wey innahu laduu xadin cadiim. Laakiin dadka waxaa ku jira dad fahamsan adduunyadan waxa ay tahay oo low kaanat addunyaa tusaawi cinda allahi janaaxa bucuuda lama saqaa minha kaafira shurbata ma niman dad fahamsan baa ku jira hadday macno leedahay nebi maxamed inuu heli lahaa dad fahamsan baa ku jira. Qaala aladiina kuwii marka waxay yihahdeen uutul cilmi cilmiga la siiyey waana garanaya aakhara waxay tahay adduunya waxay tahay waylakum halaagiinne thawaabullaahi ilaahay abaalmarkiisa khayr wanaag badan liman u wanaag badan aamana rumeeyey wa camila la yimid oo sameeyey saalixan iyo camalan saalixan la yimid walaa yulaqaaha kaana lama siiyo lama kulmiyo ila asaabiruuna kuwa sabray mooya maxaa u dambeeyey fakhasafnaa bihi waxaanu la goynay bihi biqaaruuna waxaanu la goynay isaga oo qaaruun iyo bidaarihi daartii u deganaana waxaanu la goynay alard dhulkaanu la goynay isaga dhammintaasa u dambeys fama kaana lahu ma ahaanin min fi'atin kooxo yansuruunahu isaga u hiiliya min duuni illahi ilaahay sokadi wama kaana mana aanu ahaanin min almuntasiriina kuwii gargaarsada bal xoolaha maanta meeshay tegi lahaayeen ama wax qaban lahayn maa agnaa canii maaliya halaka canii sultaaniya khuduuhu faquluuh thuma aljaxiima salluuh thuma fii silsilatin dharcaha 70 dharacan fasluquuh innahu kaana la yuminu billahi alcaiim ولا حض على طعام المسكين إله يضفى فاسا وكل في سورة الحاقة جل على مركه ليه وأصبح الذين مركه كان يسو مركه جاهلية يقفك ضعف إيمان ويكجره يقين تسو حيتي ماذا مركه يوحى لقاره لك كان انت وحى لقارب يقين تهلك سيء تاقنت وأصبح الذين كيوحى يا هذين تمنوا تمنيي كفكري مكانه ننكا بوس كيس اللابتا قشتويري ماشا سهدان جوي لهم بالأمس شلق يوحى كفكر يقولون مركواكم وأصبح الذين تمنوا مكان بالأمس يقولون وأصبح الذين كيوحى أهلان تمنوا كفكر مكانه مكان قارون بوسك أوتاقنا وحولها بالأمس الشلق كوي كفكر وحي أهلان يقولون كويلة ويوايابه كأن الله إلهي يبسط وفذيا الرزق يوفذيا مركا وي كلمة داس كلي كذا وتعجب كأننا ولأن ساسا الشارسة وي ويابا كأن الله لأن الله إلهي يبسط الرزق رزقه فافيا يواسعيا لمن يشاء روحه الدون من عبادها الدومديس ويقدرون عريريا ومرك إلهي كنا وحوسينيو كنا وحوسيني كنا وأديديو معنيه لما كنا إلا إكرامه كنا لإهانيه إلهي وحضانه يالا جل وعلا لولا أمن الله هدانو إلهي نوغل ضيصن لهن حريستيس لخسع لولا أمن الله أي لولا امتنان الله علينا هداني جير لهن إلهي نوغل ضيصن لهن حريستيس يأمن كيس إيمان كيس لخسف بنا ونلقو إنها أرضو ونلقو إنها إنكم ميش أمران مر لهن ويوايابه كأنه لأنه لا يفلح من ليبانان الكافرون وكوغل ضيصن إلهي مركو حليه تلك تاس الدار دارتي والآخرة الدنبيس نجعلها وحان إيه لنا للذين كوا لا يريدون آنان دونين حلوا إسلا سرين في الدنيا في الأرض أرضا لحظة ولا فسادا آن ربين ودارت آخر وحي قاروتها كوا آن علوه جاي فساد كآن ربين والعاقبة عربتي الدنبيسان للمتقين أيها تكوا إلهي كبقى من جاء الروح إلي ماذا بالحسنة حسن الروح إلي ماذا أم حسن ذي وناقة فلو علي خير بوليه منها بسببها إذا سببته ومن جاء بالسيئة الروح حمي لي ماذا فلا يجزى الله أبا المري الذين كوا عملوا السيئات عمل ذا حن لي من إلا ما كانوا يعملون وحي سمينهم ميانا وحكوا الله أبا المري يمرك عمله إن الذي معبودك فرض أي أنزل دجي
عليك أذيك القرآن القرآن كوسو دجي محمد لرادك وكيك علينية إلى ميعاد لرادك إلى ميعاد لرادك كيك علينية إلى ميعاد إلى مكة مكة أهمشي لولا بني والنبي صلى الله عليه وسلم هلك هلو وحي قلبي سنة وجعلا وهلك وكف كريو إلى كعلين يا بني مشكلة مرة قلوا حتى ربي ربي جاي بعلم وقال بدن من بوجهه جاء بالهدى هنوك ليمن ومن وجهه هو يسوب في ضلال بعد كسر بعد صوبين عد وما كنت ترجو ماذا رجين النبي محمد أن يلقى إليك إن لجوسه الرضو الكتاب كتاب كان إن لجوح يود ماذا رجينين إلا لكن رحمة أي أنزلناه ونسود جن رحمة بنسود أسود جن نحريسه من ربك ربك حقي سكاهت ولا تكوننها هان أو هان ظهيرا متكي أكال ميل الكافرين هو قال ولا صدنك يعني كاجد عن آيات الله آيات إله كوا يعني كاجد بعد إذ أنزلت إليك مركا الوسود جيكور مركا دالك أما دالك أو لقضي وحو موجينة جمع بموجينة لغضاء مركا هذا في سورة طه مركا ولا صدنك ويكور دالك ويكور بجين ومفرد مركا كان مركا لقضي وجمع هل كان مركا وحاق أن وحال لقوي وحال لقوي وودي يا لقوي مركا مركا ما دام لقوي ينونتي لقوي دا كدنين كاسو ماشا سو كدنين صرفي أهان مركا وجمع مركا ولا صدنك يعني كاجدين قال هذا عن آيات الله يعني كاجدين آيات إلهي بعد إن أنزلت إليك مركا لقوس ودجي كذب يعني كاجدين ومركا هالكاس نونتا لقوي معركتي نون رفعها جازم كاكيانة ووضع هالكاس كجتا وفاعل أيضا وحي أقوضي التقاء الساكنين كاس أقوض معركتي نون الساكنة نلجي إذا إلوك ولا أنت درتي أقوضي وادعو أوير ذاتك إلى ربك ربك أوير إلى دين ربك ولا تكوننها هاني من المشركين وكو إله وحلو ذاجي ولا تدعوها عابدينها أويرا مع الله إله إلى جركي إلها إله إله سآخر وكلا لا إله من حق لو عابد مجري إلا هو إساق ميان كل شيء وحو البن هالك وكيد لمانا بابا أي هلاك سمي إلا وجه إله وجه سموينا له إله وحو هذا الحكم حكم كبا وهذا وإليه حقي سترجعون الدينين علينيها وبالله التوفيق.